فهذه هوية يسوع المسيح اللي مش بس بتشوفها في الأناجيل، بتشوفها أحبائي في الرسائل، بتشوفها في النبوات، في إشعياء 42 61 مزمور 16 مزمور 22 دانيال 9 وهكذا، بتشوفها في زكريا، بتشوفها في كذا، بتشوف المواصفات اللي بالتفصيل عم بتممها يسوع المسيح، بتشوف التغيير اللي حدث في حياة التلاميذ، وبتشوف هذه التتميمات كلياتها في هوية وشخصية يسوع المسيح.